وآن الأوان تبدأ رحلتنا مع أعز الناس. يا ترى البداية تكون منين؟ هل نبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا من بداية البعثة؟ ولا من قصة سيدنا إبراهيم مع هاجر وإسماعيل؟ البدايات كتير، بس أنا حابب أبدأ قبل كده بكتير، من بداية البدايات. البداية الحقيقية لقصتنا ما كانتش على الأرض. تبدأ رحلتنا بحوار عجيب في مكان أعجب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بس كده خلصت حكايتنا النهاردة. أحد أسباب تعاسة أي إنسان إنه يكون مش عارف اتخلق ليه، أو مش فاهم معنى وجوده في الحياة، أو مش عايش ضمن المعنى ده، فبقت حياته ملهاش أي معنى ولا قيمة، وبالتالي فقد السعادة، لأنه لما بيخلو بنفسه ويسأل نفسه هو أنا عايش ليه؟ ما بيلاقيش إجابة. في حياتنا في عالم المادة، إيه قيمة ألم ما بيكتبش؟ أو عربية من غير عجل؟ أو تلفزيون من غير شاشة؟ الحاجة في عالمنا ما بيبقاش لها قيمة إلا لما تكون بتؤدي الغرض اللي اتعملت عشانه أساساً. فما بالك بالإنسان؟ الإنسان اتخلق لهدف وكلف بمهمة في حياته القصيرة اللي عايشها دي، فترة حياة قصيرة بس مهمة جدا، لأنها مجرد لجنة امتحان يليها حياة طويلة طبيعتها مترتبة على نتيجة الامتحان. المرحلة اللي احنا عايشينها دلوقتي أقصر مرحلة، لكنها أخطر مرحلة، لأن المرحلة اللي بعدها ثمرة ليها. حالك في الحياة القصيرة دي يترتب عليه حالك في بقية حياتك من حيث السعادة أو الشقاء. عشان كده لازم نفهم كويس جدا إزاي نعيش الفترة دي صح، ومش هنقدر نعيشها صح إلا إذا عرفنا الدور المطلوب مننا، أداؤه، اتخلقنا ليه. زي ما قلنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا لهدف وكلفنا بمهمة. الهدف اللي اتخلقنا عشانه هو العبادة، والمهمة والوظيفة اللي كلفنا بيها هي الخلافة. إني جاعل في الأرض خليفة. العبادة والخلافة أهم حاجتين لازم نفهمهم، لأن دول الأصلين اللي بنتعامل بيهم مع الله سبحانه وتعالى ومع الكون من حوالينا. العبادة هي كل اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والخلافة هي كل اللي بيننا وبين ما خلق الله سبحانه وتعالى. الناس تخيلوا ان العبادة هي مجرد اقامة الشعائر من صلاة وصوم وحج وغيره، وان الخلافة هي الحكم وادارة الناس، ومش عارفين ان كل مسلم في كل لحظة من حياته مطلوب منه يكون عابد وخليفة في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى ما خلقناش الا للعبادة، ما لناش مقصد ولا غاية في الوجود الا العبادة. فهل معقول ان الهدف اللي ربنا خلقنا عشانه ينحصر في ساعة واحدة في اليوم والليلة؟ لو جمعنا الصلوات كلها على مدار اليوم مش هتزيد عن ساعة. معقولة؟ ساعة من 24 ساعة، وشهر واحد في السنة رمضان، وربع العشر من المال للزكاة، والباقي من أعمارنا وأموالنا ملناش فيه أي ارتباط بالله سبحانه وتعالى ولا بالهدف اللي اتخلقنا عشانه؟ يخلقنا عشان عبادته ويخلي 23 ساعة في اليوم ملهمش أي علاقة بيه. عمركم شفتوا شركة بتوظف موظف وتديله مرتب كامل وهو بيشتغل 10 دقايق بس في اليوم؟ في القطاع العام صحيح ده هو ده الأصل يعني، بس أنا بتكلم في عالم الناس العاقلين، الناس اللي تعبانين في فلوسهم يعني. هتلاقي حد يدفع مرتب لموظف بيشتغل 10 دقايق من أصل 8 ولا 9 ساعات المفروض يشتغله؟ الناس ثلاث أنواع. في إنسان بيعيش لنفسه، وإنسان بيعيش للناس، وإنسان بيعيش لله. إنسان بيعيش لنفسه، فكره وجهده ووقته وحاله وهمه وكل حاجة في اتجاه واحد، وهو هوى نفسه، مطالب نفسه، أطماعه، شهواته، رغباته. كل ما تميل نفسه لشيء يسخر ليه كل اللي ربنا ادهوله، وربنا سبحانه وتعالى وهبنا كتير يعني. العقل اللي بتفهم بيه الكلام ده عطاء من الله سبحانه وتعالى، غيرك بيسمع ما بيفهمش. فيوم ما تحول العطاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بيها لادوات لخدمه اهوائك، اصبحت عبد لنفسك. بالظبط زي شركه عينت موظف وفرت له بعض الخدمات عشان تعينه على اداء وظيفته، وفروا له العربيه مثلا، قام ساب شغله وشغل العربيه تاكسي بالنفر. ده اللي بيعيش لنفسه. وفي انسان بيعيش للناس، فكره وهمه وعقله محصورين في شكله ايه قدام الناس، ازاي يعلى في عيون الناس، ازاي يحظى باحترام الناس، بتقدير الناس، ازاي ياخد لايكات من الناس. تلاقيه يلتزم بمواعيده، تلاقي رحمة، تلاقي حقوق انسان، تلاقي كرم، صدق. بس ليه؟ لانه جرب ان اللي بيعمل كده الناس بيحبوه، فبقى اتجاهه كله ناحية الناس. لو الناس بطلوا يحبوا اللي بيعمل الحاجات دي هيبطلها ويشوف الناس بيحبوا ايه ويعملوا، اصبح عبد للناس. والنتيجة في الحالتين، سواء كان الانسان عبد لنفسه او عبد للناس، النتيجة واحدة: غفلة عن الله، جرأة على الله، والنتيجة النهائية هي تعاسة في الحياة. اللي عاش عبد لنفسه او للناس اختار طريق البؤس، مهما كان ظاهر للناس غير كده. ليه في اغنياء بينتحروا النهاردة؟ ناقصهم ايه؟ ليه في نجوم ومشاهير بينتحروا؟ يا ما شفنا نجوم واثرياء عاشوا بالطول والعرض لكن نهايتهم كانت تعيسة جدا. يعني القصة متكررة وهتفضل تتكرر. ما يغركش الضحكة اللي بتشوفها على الشاشة، العبرة بالنهاية. يا ترى النهاية سعيدة ولا تعيسة؟ السعادة في الحياة ليها طريق واحد بس، انك تعيش لله، وانك تستخدم النعم اللي ربنا انعم عليك بيها في سبيله. تأمل نفسك وعد النعم اللي ربنا اديها لك. اداك صوت حلو، اداك قدرة على التعبير بالكتابة او بالرسم او غيره، اداك مال، اداك سلطة وغيره. واسأل نفسك، يا ترى ليه اداك انت تحديدا
النعمة دي عشان سواد عيونك ولا عشان تستخدمها في الهدف اللي اتخلقت عشان. تخيل معايا يوم القيامة والناس واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويجي ابن عباس بعلمه، ويجي خالد ابن الوليد بجهاده، ويجي ابو بكر الصديق بانفاقه وغيرهم، يجي كل واحد منهم بعباده خاصه يتميز بيها. ما هو الكل صام وصلى وزكى وحج، لكن فوق كل ده في ناس احسنوا وقدموا اكتر من كده. انت هتيجي يومها بايه؟ النعمه اللي ربنا اديها لك وانعم عليك بيها، اديها لك عشان تبقى دي عبادتك الخاصه اللي تيجي بيها يوم القيامه وتقف جنب الصحابه وتقول يا رب عملت كذا، يا رب اديتني القدرة على الكتابة والتعبير او الخطابة فاستخدمتها عشان اعرف الناس عليك، يا رب اديتني صوت حلو فاستخدمته في اني اسمع الناس كلامك بيه، يا رب رزقتني بالاولاد فربيتهم احسن تربية ترضيك وطلعت ناس قلوبها متعلقة بيك. فكر تاني وعد النعم اللي عندك ومش عند غيرك، واسأل نفسك ليه ربنا اديها لي انا دونا عن غيري، واسأل نفسك يا ترى انا عبدت ربنا بالنعم دي ولا تحولت العبد وخادم ليها. ربنا كرمك واداك القدرة على الاختيار وصنع القرار دونا عن باقي المخلوقات، فعشت ليه واخترت اللي يرضي ولا عشت عبد لنفسك والكل اللي حواليك فأهنت نفسك؟ ليه التاجر عنده استعداد يشتغل 24 ساعة في اليوم في حين ان الموظف اول ما تيجي لحظة انتهاء ساعات العمل بيمشي، ولو جاله حد محتاج شغل يقوله بكرة؟ سبحان الله، بعض الناس كل ما ربنا اداهم ومكنهم في اسباب الحياة اتحولوا لأسرى للاسباب دي. الاصل ان الاسباب في الحياة مسخرة للانسان، فازاي الانسان يتحول لخادم للشيء اللي ربنا سخره له لما ما يبقاش عايش لله؟ تفتكر اللي عاش خادم لكل شيء حواليه في الدنيا من دون الله عايش سعيد؟ طيب ازاي نعيش معاني العبودية لله والخلافة في كل لحظة؟ تعرف تعيش كل لحظة في حياتك مش لنفسك؟ صعب. الأصل إن كل حاجة بتعملها في حياتك، الأصل إن كل حاجة بتعملها في حياتك ممكن تبقى عبادة، البيع، الشراء، الدراسة، الهدوم اللي بتلبسها، الأكل، النوم، المشي، ركوب السيارة، الكلمة اللي بتنطقها، كل حاجة بتعملها على مدار يومك إزاي تبقى عبادة؟ ناقصنا حاجتين لو حققناهم تتعدل الموازين، مش في العلاقة بينك وبين ربك بس، لكن حتى في نجاحك على مستوى حياتك المادية وعلاقتك بالناس. الحاجتين دول هما النية والكيفية. النية الهدف، من جواك انت بتعمل العمل ده ليه؟ ايه هدفك؟ احرص ان الهدف دايما يرضي ربنا، ودي نقطة لوحدها ممكن تظبط لك حاجات كتير جدا في حياتك، لان مصيبتنا ان اغلبنا عايش بالطيار الالي كده، عايش وخلاص، ما بيعملش حاجة خالص وهو عارف لنفسه هدف بيعملها عشان. محتاجين نعود نفسنا على حاجة جديدة قبل ما نعمل اي حاجة، ان احنا نسأل نفسنا هو احنا بنعملها ليه؟ ونحط هدف او نية ترضي الله سبحانه وتعالى. يعني مثال بسيط جدا، انا وانا بلبس هدومي ازاي اخلي ده عبادة؟ اسأل نفسي واظبط نيتي، اظبط هدفي، انا بلبس الهدوم دي ليه؟ فين النية اللي ترضي ربنا هنا؟ نويت اني بستر عورتي، نويت اني ما تمنظرش على الناس عشان ما اجرحش حد اقل مني في المال او المنزله. نيات كتير، بس انت فكر. وانا بفكر ارجع اتامل واسال نفسي تاني، طب يا ترى ليه ربنا انعم عليا وحرم غيري؟ ايه التمن؟ ازاي اشكر النعمه دي؟ دور على نيه بس تكون صادق فيها، مش حاجه بتقولها بلسانك وخلاص لكن ما انت فعلا ما تقصدهاش. يعني اول حاجه ظبط النيه. اما الكيفيه بقى نتكلم عنها في الحلقه الجايه ان شاء الله، ونشوفكم على خير ان شاء الله.